ينضم إلينا أحمد ديوان، صاحب مطعم زاد الخير للمأكولات الشعبية والتراثية من طرابلس لبنان. صباح الخير. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير لكم ولسوريا ولكل الوطن العربي. أهلا وسهلا فيك. يعني سبب اختيارك لأكلة الأش اللي يتم تقديمها في مطعمك، أو هل هو المطعم مخصص فقط لهذا النوع من المأكولات أم هي من ضمن القائمة؟ وخاصة أنه يعني مش كل الناس بتحبها، صح؟ صحيح. هلا بداية المطعم مختص بهيدي الأكلة بس. مختص. هلا أنا طبعا نعم أنا درست طبيعة المنطقة اللي أنا موجود فيها، هي طرابلس جبل بداوي. هذا المطعم قليل هون في طرابلس. فإحنا طبعا يعني حاولت أنا أفتح المطعم لأنه ما في منه بطرابلس، قليل جدا، يعني يمكن مطعم واحد موجود. فإحنا المطعم هذا الثاني صار. ولطبيعة المنطقة عندنا هون منطقة فيها يعني عدد سكان كبير ومتنوع، شعبية، بيحبوا الأكلات الشعبية، شعبية، منطقة شعبية بالضبط. تماما. وكثير ناس بتقصد هاي الأكلة. أول شيء في إلى عدة فوائد. الأمر الثاني إحنا نقدمها بشيء طريقة يعني مميزة جدا وجودة عالية كثير. طيب يعني كانت فكرة المطعم. كمان بالمطبخ بتلاقي في يعني حتى بضمن سوريا بين المحافظات بيصير في تنافس انه هالمطبخ طريقته غير المطبخ المحافظة الاخرى، فما بالك لما بيكون في يعني مطعم فلسطيني بلبنان اللي عم بيطبخوا سوريين، هل بيكون في اختلاف او مثلا او اضافات او اشخاص مثلا لبنانيه بيجوا بيقولوا لا بدنا الطريقه المعينه الفلانيه من عندكم من المكان من المطعم؟ صحيح، بتحصل هي دائما عندنا بالمطعم، يعني كثير زبائن بيجوا عندنا من جميع الفئات، هم فلسطينيين سوريين، كل واحد يعني في له اضافه معينه بهي الاكله. مثلا والله في ناس بتحب فيها الحمص. صحيح. في ناس مثلا بتحط فيها مثلا والله مكسرات. هلا احنا بنحاول نقدم الاكله يعني اللي تناسب الجميع، انه ياكلوها الجميع. ولكن ممكن احنا مثلا والله على الطلب، اذا حدا مثلا والله بده طلب معين، مثلا والله بده حمص، بده اضافات معينه احنا نعملها. طبعا اضافات معينه احنا موجودين فينا نعملها يعني. حلو. وطبعا هاي الاكله لها عده اسماء، يعني هلا مثلا بسوريا بيقولوا لها السختوره وبيقولوا لها أشي. فلسطين بسموها كرشي. مصر منبار. العراق بسموها باجا. في إلى عدة أسماء. سجقات. كل كمان بالساحل السوري سجقات. بالضبط. صحيح. قد ايه درجة الإقبال سيد أحمد؟ يعني قد ايه الناس فعلا حابة الأكلة، أو يمكن في ناس عم تجرب لأول مرة، وهل في رجل على المطعم؟ خاصة يعني هي تصنف أكلة شتوية، وهلأ نحن بعز فصل الصيف. صحيح. أنا صراحة لما فتحت المطعم فتحته بشهر آب سنة 2022، شهر آب يعني بعد إن الشوب كان صحيح شوب بالضبط. ورغم هيك لأنه فكرة المطعم جديدة والناس طبعاً يعني حابوا يجربوا هاي الأكلة بالضبط، فرغم عز دين الشوب كانت الناس تيجي لعنا. هدول مخلصين للأكل كتير يعني بالصيف عم يأكلوا ولا الأكلة. صحيح. والله لقيت صراحة هذا الشيء شجعني، ولقيت في إقبال كتير على الأكل، إنه هذه أكلة شتوية والناس عم بالصيف عم تيجي، فإنه شجعني كتير إنه أكفي بالمشروع. والحمد لله كفينا بالمشروع ومرقت علينا الشتوية، وكان طبعا في إقبال كبير. ولحد الآن لا إحنا الدنيا شوب، لحد الآن الناس بعد بتيجي على المطعم وبتأكل، ورغم إنه الدنيا يعني شوب بس عم تتقبل هاي الأكلة. كل التوفيق لكم. شكرا لك أحمد ديوان، صاحب مطعم زاد الخير للمأكولات الشعبية والتراثية، مخيم البداوي في طرابلس. شكرا لك. شكرا لك ونهارك سعيد. نهارك سعيد.